مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله وقتكم أينما كنتم. الفنان الجزائري محمد بن شنات شارك متابعيه يومه مع زوجته وابنته إيفا. محمد في الفترة الأخيرة أصبح يشارك كل كبيرة وصغيرة مع محبيه. ها؟ مالها وليت امك راه كدوشي كما انه اصبح يشكل ثنائي رائع رفقة ابنته ايفا. يا صحابي قول لهم صحابي صحابي انا درت لكم اليوم بوست كلبوها بلي كومونتير كما العاده وحشي انا لها معاكم ايه الله لي فراسكم مور هذه لا ستوري شخصك ايفا 50000 50000 مارا ايفو شنو نجيب لك تاكلي؟ ها؟ ها؟ لي فخوت؟ ها؟ لكل من اعجبته ابنة محمد بن شنات اضغطوا على زر الاعجاب واتركوا لها تعليق جميل فهي من المؤكد ستقرا تعليقاتكم. ساندويتش ها؟ حبيني. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم بيست آرتس.